حرمت عليك عيشتك. انا سكبت عليك كتير، انطقي، مش هسيبك الا ما تقري وتعترفي. ده ظلم والله العظيم، ظلم. قولي لي خبيتيهم فين دول الافات يا بنت الحراميه؟ والله العظيم انا ما شفت حاجه، ما شفتش فلوسك. امال مين؟ مين اللي خدهم؟ انت اللي عايشه معايا في الاوضه دي، مين اللي هيخش يدعبس عليهم ويلاقيهم ياخدهم؟ انطقي. ما شفتش حاجه، فتشوا الاوضه كلها، ادي هدومي اهي، فتش اهي بهدمي، وادي البلاط، وادي الارض ارفع لك الخشب عشان تشوف في تحت ايه، وادي جلدي ولحمي، فتشوا كمان يمكن اكون حاطط جواها الفلوس، وادي المراتب، وادي ايه تحت السرير، شوف يمكن حاطط كمان جواها الفلوس. والله العظيم حرام عليك، مش علي، مش علي. امال هيكون مين يعني؟ 100 مره قلت لك مريم، ما انتش عايز تصدقني ليه؟ وزي ما فتشتني فتشهم كلهم، كل اللي في الدار. حرام عليك يا اخي، ولا فيني وعدانيه يعني، وما ليش حد تعمل فيا كده. طب اتاكد الاول قبل ما تظلم، حرام عليك. واقطع دراعي، اقطع دراعي، ما كانت مريم هي اللي عملتها. تعالي يا بنتي، تعالي معايا، تعالي تعالي، حاسه بيه اللي بيحصل يا شاكر؟ عارف يا يا، تعالي يا ولاد، تعالي هنا قدامي يا ولد. ايه اللي حصل يا ابني؟ هاني بتسرق في بيتي، الاف بتضيع مني، فلوسي مش لاقيها. يعني ايه يا حاج؟ احنا هنسرقك ولا ايه؟ احنا اول مره نسمع الكلام ده. طول عمرك بتحط فلوسك في الدار يابا. هو ده اللي مجنني طول عمري، مالي هو مالكم؟ دي حاجه جديده، دي ما حصلتش قبل كده، كل الولاد كمان. فعلا حاجه غريبه يا عمي، ومن حقك تتضايق. وانا هستفيد ايه بالمضايقه؟ بقول لكم الافات بتضيع مني، فاهمين يعني ايه الافات؟ خلاص يا عمي، يبقى نقطع عرق ونسيح دمه. ازاي يعني؟ الدار كلتها تتفتش حته حته. تتفتش يعني ايه؟ ايوه تتفتش يا راضي، واولهم اوضتي. بس اوضتك انت كمان يا عمي هتتفتش، ركن ركن، وهدمه هدمه، تتشال كده وتنشال. فتشت الاوضه وفتشت هدومها، قلبت المطرح كله، ما لقيتش اي حاجه خالص. خلاص يا حاج، يبقى تفتش اوضنا احنا كمان عشان تطمن. اتفضل يابا عشان ترتاح. يابا ده انت فلوسك في ايدي انا وشاكر، بنديها لك بايديني، يابا وديها بايد البنك، ازاي نسرقك يعني؟ خلاص يا عارف، خلاص، اللي هينعمل يسرق علينا كلنا. ايوه مظبوط، كلنا اوضنا تتفتش. صح، علشان عمي يستريح. وابداوا باوض تاني. قدامي. اتفضل يا اخي. الزمن نتفتش في دارنا. الحمد لله، فتشنا الاوضه حته حته ما لقيناش حاجه. اتفضل يابا على اوضتي. الهي انشكت من العين اللي عملها. وادي اوضتي كمان ما فيهاش اي حاجه، يبقى انا اسقط تاني يا حاج. اتفضل. يا دي الفضايح يا اخواتي، يا دي الجرس. اهو الكيس بتاعي اهو، وادي فلوسي اهي قدامكم عشان ما تقولوش عني اني مفتري. وعلى يدك يا سي شاكر، لقينا الفلوس في وسط هدوم مراتك، يعني مراتك بتسرقني. لا لا والله العظيم ما حصل، والله العظيم ما خدت حاجه. ازاي الكلام ده بس يا عمي؟ دي بنت ناس يابا، ازاي تعمل كده؟ وده معقول برضو يا عالم؟ ما هو قدامكم اهو على عينك يا تاجر. هو يعني كان جاب حاجه من عنده؟ اني مراتي مش حراميه يابا، مريم لا يمكن تسرق. مريم الكيس ده جه منين؟ ورحمه امي ما اعرف، والله العظيم دي اول مره اشوف. يا حاج صدقني، انا مراتي لا يمكن تسرق ابدا، اكيد حد حط لنا الكيس ده جوه عندنا. مراتي لا يمكن تمد دي على فلوسك ابدا يابا. يعني مين اللي هيدخل اوضتك ويحطها في وسط هدومي؟ دي كلام ما يدخلش النافوخ ابدا. يابا مريم ما بتطلعش فوق من اصله. صح يا اخوي، وايه اللي هيطلعها فوق بس يا عمي؟ لا بتطلع، بتطلع السطوح من السلم اللي جنب اوضتك يا حاج. دي هي مره اول ما اتجوزت وما كنتش اعرف الفرق بين السلم ده والسلم التاني. يابا ما صدقش البت دي، تلاقيها هي اللي حطت الفلوس دي في اوضتنا. وتحطه ليه وازاي؟ هو انت مش لاقي حاجه تقولها عشان تدافع بيها عن مراتك؟ لكن الفلوس طلعناها من وسط هدومها وعلى عينك يا تاجر. بصراحه الحاج ما ابتدوش يتسرق لما دخلت هي البيت. اسكت انت خالص. انت بتزعلني وتزعلني ليه؟ ما تزعل مراتك الحراميه اللي لقينا الفلوس في وسط هدومها. اخرس يا سفله يا واطيه اللي بنت الشوارع انت. اخرس يا قليل الرباية، بتسم مراتي وانا واقف يا قليل ادب. لاني متاكد ان هي اللي حطت الفلوس في الاوضه يابا عشان تورط مريم، هي اللي حراميه وسرقه يابا مش مراتي. اخرس قطع لسانك. قطع لسانك انت يا الماما يا واطيه. انا ولا بتهاجم على مراتي في قدامي. اذا كنت بقى ضحكت على الراجل الكبير بكلمتين ولحست عقله ومشيتيه وراكي، فانسي ان كمان معانا كده يا زباله انت. اخرس يا حاج كده يابا، كلب عديم الاخلاق. امشي بره بيتي وخد الحراميه دي معاك. لا يابا انت ابني ولا اعرفك يابا. لا لا تطردوا ازاي بس يابا؟ يا عم استهدى بالله يا عم. يطلع بره. يمشي ازاي ويسيب بيته بس يابا؟ يعني قلت بره يعني بره؟ والله بقى راجل وليه رجلين يقف عليها يتهجم على مرات ابوه ويشتمها قدامي؟ لا ده ايه اللي تعتني؟ الدار دي داري وكلمتي هي اللي تمشي فيها. يعني راجل كبير بيضحك عليه يا قليل الربايه؟ انا لسه بصحتي واقف على رجليا، الدار دي داري وانا اللي همشيها بطريقتي، انتوا فاهمين؟ قدامي. حاضر يا حاج.
لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم يا شاكر أنا ما شفت الفلوس دي قبل كده ولا أعرف جت منين. خلاص يا مريم اهدي بقى، اللي حصل حصل، أنا مصدقك. لازم دلوقتي نتصرف، نشوف هنروح فين ولا هنتصرف ازاي بالظبط. المهم عم الحاج هو اللي صدقني وكل اللي في البيت يصدقوني. انت ما شفتش بصول ازاي؟ بصه فظيعه فظيعه. يا مريم اهدي ارجوكي، انا متاكد ان اخواتي لا يمكن يصدقوا الكلام ده. واديني اهو بلم هدومي وهدومك عشان نمشي من البيت ده خالص. ادخل. خبر ايه يا شاكر؟ انت بتلم هدومك بجد ولا ايه؟ ولا انا بهزر يا سعارف، ابوك طردني وهزاني وحلف 100 يمين اني ما اقعد في البيت. ده رايي يا شاكر، ده اكيد مرعوب من الضب. دي ساعة غضب يا اخوي، وعم هيهدى وهيفوق لنفسه. دي مش ساعة غضب ولا حاجة يا غالية، ابويا طردني وهزاني قدام السفيرة عزيزة. يا جماعة لا، ده ما كانش الكلام، ده كان قرار. مش معقول عمي يفكر كده. ان شاء الله هيراجع روحه وهيتاكد ان مريم بريئة. والله يا ابله سعاد انا عمري ما دخلت اوضتهم دي ولا حتى اعرف شكلها ايه. احنا واثقين فيك يا مريم، ربنا اعلم بمعزتك في قلوبنا، ده انت اختيني. والمصحف يا ابي عارف انا اول مره اشوف كيس الفلوس ده. لازم تقعدوا وتثبتوا براءتكم عشان السوسه اللي فوق دي ما تنورش غرضها. عايز يقعد هو يقعد، لكن انا لا، انا هلم هدومي وامشي من هنا. مش ممكن اقعد بعد اللي حصل ده. ثانيه انا همشي معاك يا مريم. هتروحوا فين بس؟ معرفش يا راضي، معرفش معرفش. لا ده بقى وضع ما ينسكتش عليه خالص. حصلت؟ يطرد اخويا بره الدار، يطرد نار عشان خاطر اللي ما تستنه. يا دي الوقعه المهببه، جرالك ايه بس يا حاج زكريا يا ابو المفهومي؟ لحست عقله بنت بخيل. وهو حد يصدق ان مريم اللي زي النسمه تسرق؟ لا ده هو بقى له مده بيشتكي من موضوع السرقه دي، وانا قلتها له في وشه، قلت له ما حدش بيدخل اوضتك غير البنت حسني، وان كان على نعيمي دي طول عمرها في وسطيني. والله انا ماني عارف اعمل معاه ايه. بس الراجل سلم عقله خلاص للبنت المفعوصة اللي ما تسواش دي، وهتخسروا عياله واحد ورا التاني. لا يابا لا، لازم انت تتدخل، لازم انت تشوف لك صرفه. يعني لو شكر ابن عمي مشي وساب الدار هيروح فين يعني؟ حبيبي يا اخويا اسم الله عليك يا قلب اختك. ده لو ثروت ابني هنا كان زمانه جيري وقلب الدنيا. جرى ايه يابا؟ هو احنا اللي هنعيده هنزيده؟ مش تشوف لك صرفه مع عمي في الموال ده؟ والنبي ما تسكت يا عمي، شوف لنا حل عشان اخويا ما يتشحططش. طب خلاص خلاص، قوم انت روحي دلوقتي يا غالية، والصباح رباح. مالك يا حلو قاعده كده ليه؟ لاني عيني ما شافتش النوم من امبارح. ليه فيكي حاجه؟ ده اللي حصل لي امبارح كانه شواكيش بتخبط في النافوخ لحد دلوقتي، واللي عملوا فيا شاكر كل ما افتكره احس اني مكبوس. وكلكم والعلقه السخنه اللي انت اديتها لي ديكم تاني. معلش معلش ما تزعليش مني. ها راسك ابوس، حقك علي والحمد لله ربنا جاب لك حقك، والحقيقه ظهرت قدام كل اهل البيت عشان تعرف بس انني مظلومه اول وتاني، وكل ظلم الناس يهون الا ظلمك انت ليا. واني اللي كنت بقول ان بقالي ظهر وسند وراجل بقيت في حماه. لا ومش اي راجل، ده سيد الرجاله كلها. طب تعمل فيا كده؟ طب بس بس ما تزعليش مني، حقك عليا. على كل حال من هنا ورايح كل ايامنا هتبقى سعد وهنا، هدوقك الهنا كله.